نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من محافظة الشرقية حيث تم إجراء القرعة العلنية لتخصيص 21 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية. في الأقصر تم تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الكرنك لإجراء 1000 جلسة كل شهر. أما في المنيا فتم افتتاح كوبري ملاوي العلوي لربط شرق وغرب المدينة بتكلفة بتصل ل 338 مليون جنيه. وفي البحيرة تم تحصين أكثر من 20,000 راس ماشية ضد الحمى القلعية. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الشرقية شهدت المحافظة إجراء القرعة العلنية لتخصيص 21 وحدة سكنية للأولى بالرعاية من المستحقين بقريتي أكياد والنوافعة بمركز مدينة فاقوس لتحديد رقم العمارة والوحدة والدور للمتقدمين، بعد أن تم الانتهاء من فحص المستندات المقدمة وإجراء الأبحاث الميدانية اللازمة من الجهات المختصة طبقاً للقانون. في الأقصر استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية أول مجموعة من منتفعي مرضى الغسيل الكلوي بمحافظة الأقصر داخل مستشفى الكرنك الدولي، وده بعد انطلاق التشغيل التدريجي لوحدة الغسيل الكلوي المطورة بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الملاحظات والتجهيزات النهائية. ويسمح التطوير الجديد لمبنى الغسيل الكلوي والعنايات المركزة بمستشفى الكرنك الدولي برجوع واستقبال ما يقرب من 1000 جلسة غسيل كلوي شهرياً. في المنيا افتتحت المحافظة كوبري ملاوي أعلى ترعة الإبراهيمية عبوراً بمزلقان السكة الحديد اللي تم تنفيذه بطول 2 كيلومتر ومكون من 5 محاور تربط شرق ملاوي بغربها وشمالها بتكلفة تقديرية تصل ل 338 مليون جنيه، وبيأتي الافتتاح ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي. في الفيوم افتتحت المحافظة مدرسة المجمع التعليمي بمدينة طمية للتعليم الأساسي بتكلفة إجمالية 15 مليون و913 ألف جنيه، بما يسهم في الارتقاء بمستوى القطاع التعليمي على أرض المحافظة وتوفير الخدمات الملائمة للتلاميذ والتلميذات بمدينة طمية ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي. في البحيرة قامت مديرية الطب البيطري بتحصين 20,524 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز خلال أول أيام الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلعية والوادي المتصدع، وده في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية. في الأليوبية شهدت المحافظة استلام 71 طن سكر لتوزيعها بمدن بنها وطوخ وقليوب والقناطر الخيرية وكفر شكر والخنكة والخصوص وشبين القناطر، وده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم. في أسوان أكدت المحافظة تنفيذ أعمال مشروع تأهيل ترعة الطويصة داخل المدينة بطول 200 متر وبتكلفة 37 مليون جنيه، وده بالتزامن مع أعمال مشروع الرصف بشارع الطويصة بطول 500 متر وبتكلفة 3 مليون جنيه.